إمام عاشور النهاردة رجل المباراة، الحقيقة بيسجل هدفين وله تأثير في الملعب، وإمام مستمر حتى حالة الدعم والمساندة من جمهور الأهلي. يمكن ده وهو بياخد النهاردة مان اوف ذا ماتش، والحقيقة يستاهل. إنما احتفال الجمهور وتفاعله مع إمام وغناه مع إمام، يعني حتى هو بقى خلاص جماهيري قوي وبقى غاوي يروح للجمهور ويحتفل معاهم ويهتف بيهم. نشوفه بعد الماتش، بعد الماتش اللي فات عمل ديت، والنهارده الحقيقه من بدايه المباراه والجمهور من البدايه هو داعم ليه جدا، له ولكل زمايله. هنشوفه من الماتش اللي فات وهو بيغني مع جمهور الاهلي. عندي غزاله غزاله حمراء حمراء بتشرب ميه 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 كبيره كولر كولر ايه والاهلي ماله ماله سايق في دلاله ماله والاهلي ماله ماله الله اكبر ماله عندي غزاله غزاله ايه غزاله حمراء حمراء ايه بتشرب ميه ميه ايه ميه كبيره كبيره ايه عندي خواجه كولر كولر ايه والاهلي ماله ماله سايق في دلاله ماله والاهلي ماله ماله الله اكبر. لقطه بتلخص كلام كتير جدا جدا واشاعات كتير من اللي انا كنت لسه بقول عليه. امام عاشور وعايز يروح وعايز يجي وعايز يعمل وندمان. ده راجل وصل انه بيالف اغاني بيغنيها مع الجماهير بنشوه. هو معتبرها نقلة مهمة في حياته وبداية جديدة. وإحنا بنرحب بأي إنسان يخلص العطاء ويثمر في عطائه ويخلص ما أنا بقول لك يخلص ويثمر هذا العطاء. مش هيلاقي غير الحب والتقدير والعشق كما يجده إمام. في لعيبة كتير جدا أنا عايز أشيد مثلا هتجد حسين الشحات على مدى الأسابيع الماضية دائما ينافس على أفضل لاعب في المباراة. يعني مشارك ومشارك بقوة بخبراته أنا ليه بقول يعني عبد القادر كمان وعبد القادر بيجتهد وتحس إن هو عايز يجيب اللي فات ويعوض. وأنا متأكد إن كل لعيبة النادي الأهلي اللي بتاخد فرص بدأت تعض عليها. يعني النهارده رضا سليم بياخد وبيساهم بياخد. ده في التمرير يا جماعه بتاع الجون الاخراني ده لا هي باديه من عنده. فيها فكر عالي قوي. ايوه لعبتنا وكويس ان كريستو ظهر على المسرح. ايوه يا رب بقى يستغل الفتره الجايه دي، لان احنا محتاجين كل لعبتنا ومحتاجين اكتر حضن جماهيرنا. اللعيبه عايزه حضن جماهيرهم الفتره الجايه. اللعيبه دي تعبت كتير وماتشات كتير جدا عبر السنين اللي فاتت، ومش ضروري نقعد نفكر ونتكلم ومين واحسن من مين. كلهم ولادنا وكل واحد بيجي له فتره بيبقى هو الافضل في مكانه. وده يحسب للجهاز الفني الروتيشن اللي بيحصل ده. ودي برضو رساله ان اللعيبه لازم تفهم انت قاعد عشان يريحك او عشان التكتيك النهارده يناسب فلان عنك او ان انت خايف عليك من الاصابه. يعني لازم الترجمه يبقى فيها حسن نيه. عشان انكار الذات امام اسم الاهلي ومصلحته كله هيطلع كسبان.